هالستوري وحييكم وشوفوا الدراجة الكهربائية للأطفال، ما راح تشوفها في أي مكان إلا عند الستور. توصل سرعتها ل13 وطبعا سهلة في الاستخدام، يعني علي ولا مرة شفتها يعرف يسوق بوتايرين، بس أول ما ساقها عادي تمكن منها ما شاء الله، لأنها سهلة كهربائية ما يحتاج لها أنه يعني يدفع ويتوازن، فاستخدامها جدا سهل. يا السلام عليك وين ذيابي؟ وحش كيف تسوي فاك؟ ما شاء الله عليك، والله كنت متخوف انه ما بيعرفون يسوقونه، بس ما شاء الله لانه كهربائي سهل. يا سلام، شوفوا ما شاء الله ذياب 4 سنين، شوف تخليه يتعلم بسرعه يسوق دراجه بتايرين لانه اسهل سرعتها. ها اوكي، كل ما مش اكثر تزيد سرعتها.